تعالوا بقى نروح لابننا اللي مشرفنا واللي مصيطنا في المحافل الدولية محمد صلاح، اللي موجود حاليا اسمه على رأس قائمة الأفضل اللي أعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للفوز بجائزة The Best عن عام 2021، والمنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز فيها في حفلة ستقام يوم 17 يناير من العام 2022. جاءت قائمة المرشحين كالتالي: محمد صلاح من ليفربول، ليونيل ميسي باريس سان جيرمان، كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد، كريم بنزيما ريال مدريد، كيفن دي بروين مانشستر سيتي، وجورجينيو تشيلسي، وإيرلينج هالاند بروسيا دورتموند، وطبعا روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونخ، وكيليان مبابي باريس سان جيرمان، ونيمار باريس سان جيرمان، واخيرا وليس اخرا نجولو كانتي من تشيلسي. وطبعا حضراتكم عارفين ان روبرت ليفاندوفسكي هو اللي كان فاز بالجائزه في العام الماضي بعد منافسه حاميه جدا مع كريستيانو رونالدو وايضا ليونيل ميسي. كمان اعلن الاتحاد الدولي قائمه من 2 حراس مرشحين للفوز بافضل حارس مرمى لعام 2021، وايضا جاءت قائمه الحراس كالتالي: اليسون بيكر ليفربول، مانويل نوير بايرن ميونخ، كاسبر شمايكل ليستر سيتي، جان لويجي دوناروما باريس سان جيرمان، ادوارد مندي تشيلسي، وطبعا مانويل نوير هو اللي كان فاز بجائزه افضل حارس مرمى لعام 2020 بعد منافسات قويه جدا مع اقرب منافسين. اول مره اتعملت المسابقه دي كانت 1956، فيعني حاجه عريقه جدا طبعا، والعالم كله بيترقبها زي ما بيتقال كده، بتبقى حاجه كبيره او وسام كبير جدا للاعب اللي هو بيحصل عليها. فبنتمنى التوفيق طبعا لمحمد صلاح، دي حاجه اكيد هتشرفنا كلنا.